اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره، الحنفي وايشو. الحنفي وايشو النهارده هيكلمونا على اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمباراه الاهلي والهلال. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ازيك يا ايشو؟ يا كابتن اسلام كله كويس؟ كله تمام. النهارده الكابتن هاني رمزي هيتناقش معاكم في بعض بالكو. الامور الفنيه. خلي بالكوا كابتن هاني بقى ايه يعني يعني في اختبارات النهارده على مستوى التحليل، لكن طبعا منورينا ومطلقين دايما. ربنا يبارك لك كابتن. ربنا يخليك كابتن. طيب نبدا بيك يا حنفي النهارده، كيف يفكر النادي الاهلي بكره ونادي الهلال بشكل عام؟ الاول بشكل عام يا كابتن، هي مباراه صعبه زي ما الناس كلها عارفه، مباراه صعبه بنواجه فريق السكواد بتاعه قوي، فريق عنده امكانيات وعنده كواليتي محترم جدا. الاهلي مش كظروف مش افضل حاجه، عندنا بعض الاصابات، اهم ثلاث لعيبه مش هيشاركوا، او من اهم ثلاث لعيبه الكابتن محمد الشناوي واكرم توفيق اصابه وبيرساو، الثلاثه دول مش حاجه قليله في سكواد النادي الاهلي ولا في الاستراكشر بتاع النادي الاهلي. فعندنا غيابات بدنيا، اللعيبه الدوليه مش اجهز حاجه، مش 100% جاهزين بدنيا. أيوة. عكس فريق الهلال ما عندوش اي غيابات، فريق جاهز للبطوله تماما. دي اول ميداليه بالنسبه له هيحققها في البطوله، فهي بالنسبه له تحدي كبير، ماتش صعب. بس انا ضد نغمه التخويف. الاهلي بشخصيته بروحه بالسكواد الموجود بمستر بيتسو موسيماني القادر دايما ان يكون ليه كلمه قويه في المباريات الكبيره. بيتسو موسيماني منذ مجيئه للنادي الاهلي ما خسرش غير ماتشين كبار، بايرن ميونخ في دور قبل نهائي في كاس العالم السنه اللي فاتت، وبالميراس السنه دي في قبل نهائي. جميع المباريات الكبيره اللي خاضها مستر بيتسو موسيماني كان ليه الكلمه فيها، وكان النادي الاهلي ليه الغلبه. النادي الاهلي يقدر بلاعبته، يقدر بروحه، يقدر ان شاء الله باذن الله. مستر بيتسو موسيماني باذن الله قادر ان هو يقدم جيم مع الفريق الموجود ومع اللعيبه الموجوده يكون قوي باذن الله. الاهلي ان شاء الله باذن الله قدامه ماتش مش سهل، بس لازم ندعم الفريق دوت، ولازم يكون عندنا ثقه كافيه في اللعيبه توصل لهم ان انتوا قادرين تمثلوا النادي الاهلي وقادرين تشرفوا النادي الاهلي ان شاء الله بكره في درب عربي مش سهل، درب عربي قوي جدا قدام فريق من رايي من اقوى فرق اسيا. قبل ما نسمع ايشو برضو يا كابتن هاني، بعد اذنك نطلع لزميلنا امير هشام برضو يقول لنا ايه الاخبار هناك في بعثتنا في الامارات. امير ازيك يا امير؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، تحياتي كابتن هاني ولضيوفك والكل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. احنا واقفين جوه بقى الفندق، فالجو طيب حلو هنا جوه، فمش محتاجين الجاكيت ما تقلقش. ازيك يا امير؟ طمنا على بعثتنا. يعني طبعا الامور ماشيه بشكل كويس جدا، الاهلي استعد النهارده استعداد اخير من خلال مران هو الاخير ليه هنا في ابو ظبي قبل مباراه الغد باذن الله على الميداليه البرونزيه مع الهلال السعودي. مباراة طبعا صعبة جدا جدا ومهمة في نفس الوقت، الاعتبارات كتير. أول حاجة هو ديربي عربي طبعا، فرقتين كبار، أهلي بجماهيرية عظيمة جدا جدا، أكبر جماهيرية في الوطن العربي، الهلال عنده جماهيرية كبيرة جدا جدا في المملكة العربية السعودية، عنده جمهور كمان بيحضر هنا في أبو ظبي بكثافة جدا ومهتمين قوي بالبطولة، بالنسبة لهم تقريبا يعني أول مشاركة ليهم في كأس العالم، يعني لو أنا بقول المعلومة صح. لكن في نفس الوقت بيقابل فريق بتاريخ كبير ومتمرس في هذه البطوله هو النادي الاهلي، فبالتالي الاهلي بيحاول يستغل عنصر الخبره مع يعني مراعاه بعض الظروف اللي اكيد كلنا عارفينها واتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، واخرها كمان ظروف الايقافات فيما يتعلق بغياب قفشه هو لعيب مهم جدا، بغياب ايمن اشرف هو لعيب كمان مهم جدا بسبب الايقاف، بخلاف الاصابات اللي اتكلم عليها حنفي دلوقتي يعني برضو، فبالتالي كلها ظروف. لكن في نفس الوقت مستر بيتسو موسيماني، وده كان يعني او دي كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي، ما بيبصش للكلام ده خالص، ما بيبصش لكل الظروف اللي بتحيط بالفريق قبل البطوله واثناء البطوله. هو بيقول ان انا يعني دي اصعب فتره حاولت اهيئ فيها الفريق لبطوله بسبب كل الظروف دي، لكن هي احنا ما بنحطش الظروف دي كشماعات بالنسبه لنا او كحجج، احنا بنحاول نتعامل مع كل ما يعني يقابلنا في طريقنا او في مشوارنا في اي بطوله يعني او اي تحدي من التحديات. يعني تصريحاته في الحقيقه متزنه جدا ومميزه جدا من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه اليوم ده فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني. لكن بمرجعنا للمران النهارده يعني كان واضح ان مش امير، قبل ما تروح للمران كابتن ممكن اسالك حاجه تخص الجمهور، لانه مهم جدا برضو نعرف احنا بكره ان شاء الله. انا عارف طبعا انت حتى مش يعني انت مش هتعدهم ولا اي حاجه، ولكن اقصد ان بكره المباراه، هل من الممكن ان نرى مشهد مباراه بالميراس مره تانية، بمعنى ان يكون بكره الجمهور السعودي اكتر بكتير من الجمهور النادي الاهلي؟
لا لا خالص. بالمناسبه كابتن اسلام، يعني خليني اقول لك ان الساعه الكامله لاستاد ال نهيان النهارده بقت متاحه لكل الجماهير، يعني بقى ساعه الاستاد كامله متاحه بالنسبه لكل الجماهير. انا في اعتقادي الشخصي ان هيكون الموضوع فيه توازن ما بين الجمهور الاهلي وجمهور الهلال، ان لم يكن جمهور الاهلي اكتر في الحقيقه، لان خلاص كان جمهور الاهلي عرف ان الفريق هيلعب على مباراه المركز الثالث والمركز الثالث والرابع، فبالتالي اكيد هم حجزوا بشكل مبكر، اكيد يعني قدروا ان هم ياخدوا اماكنهم في استاد او مدرجات استاد النهيان، فبالتالي اعتقد الافضليه ممكن تكون لجماهير النادي الاهلي، مع وضع في الاعتبار بقول لك كثافه جمهور الهلال هنا وشفناها في مباراه تشيلسي كانوا كتير جدا جدا، فاكيد برضو كتير منهم النهارده بعد ما باب الحجز اتفتح تاني قدروا ان هم يحجزوا اكيد ويكونوا متواجدين. لكن المؤكد يا كابتن اسلام ان احنا مش هنشوف نفس اللي شفناه في مباراه بس هو ده المهم بالنسبه لي. كان الجمهور تقريبا بالميرس كان الجمهور تقريبا كله مالي الملعب، جمهور الاهلي كان واخد يعني مكان كده في الملعب بس، فممكن ده اثر بشكل او باخر، لان جمهور الاهلي عنصر مهم جدا جدا بالنسبه للعيبه، يعني ده امر مهم وفرق معنا في مباراه مونتيري بشكل كبير رغم كل الغيابات والظروف اللي احنا عارفينها يعني. لكن لو هتكلم بقى على التمرين، فالتمرين النهارده زي ما قلت لك يا كابتن اسلام كابتن هاني وضيوفك يعني وكل جماهير النادي الاهلي، في واضح ان هيكون في بعض التعديلات في التشكيل سواء بسبب الغيابات كايقاف قفشه وايمن اشرف، او بسبب يعني افكار لمستر بيتسو موسيماني وبعض اللاعبين اللي هيكونوا متواجدين بشكل اساسي والبعض الاخر كان اساسي وهيبقى موجود على الدكه. دي تعديلات هتحصل من غير ما نتطرق طبعا لاسماء او للتشكيل، لان يعني قناه الاهلي اكيد ناس كتير جدا بتشوفها في السعوديه، جماهير الهلال اكيد يعني الناس بتتابعها بشكل كبير، فمش عايزين نكشف اوراقنا رغم ان يعني الاهلي كتاب مفتوح طبعا للهلال والهلال كتاب مفتوح للاهلي، لكن تبقى الافكار والتاكتكس الخاصه بكل مدير فني هي اللي ممكن تكون مفاجاه من ضمن المفاجات لاي فريق من الفرقتين يعني. فالمهم يعني ان التحضيرات مشيت بشكل كويس جدا والكل جاهز. عايز اطمن جماهير النادي الاهلي على احمد عبد القادر، احمد عبد القادر جاهز بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء بعد ما كان تعرض لكدمه قويه في الكتف في مباراه بالميرس، عمل اشعه امبارح اشعه رنين اكدت ان هو سليم تماما، امبارح شارك في التدريبات من غير التحامات، النهارده شارك بالتحامات وبشكل ممتاز وما شاء الله عليه جاهز بنسبه 100% لمباراه الهلال. محمد عبد المنعم كذلك جاهز جدا، يعني الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للفريق يا كابتن اسلام يا كابتن هاني، لو في اي استفسار معاك. لا طبعا احنا كنا فعلا عايزين نطمن على احمد عبد القادر، لان كان في طبعا احنا قلقنا شويه حتى لما قلنا او طلع ان هو بيشارك بس يعني بشكل خفيف بدون احتكاكات، وبالتالي كنا قلقانين شويه ان هو لم يصل للجاهزيه التامه، لكننا طمنتنا لانه كمان لعيب مميز جدا جدا على مستوى مهاري عالي جدا، واعتقد احنا بيني وبينك يا كابتن هاني بصراحه احنا مش ناقصين اصابات يعني. الموضوع بقى صعب هقول لك يعني قصه حظ الاهلي، حظ الاهلي يا جماعه السنه دي صعب جدا في البطوله دي بالذات، يعني هي التارجت بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي ايه؟ اكيد تتفقوا معايا كابتن اسلام كابتن هاني كيشو حنفي كل الجماهير يتفقوا معايا ان الهدف والتارجت الاساسي بالنسبه للمنظومه كلها هو كاس العالم للانديه. احنا خدنا برونزيه مرتين قبل كده، شاركنا المره السابعه في البطوله، فنفسنا ان احنا نوصل لمرحله احنا ما وصلناهاش قبل كده. المباراه النهائيه على الاقل كمان بتشتغل او الناس كلها كانت بتشتغل طبعا الناس كلها كانت بتشتغل على الحلم ده، انك اقل تقدير السنه دي تاخد ميداليه فضيه اللي هو توصل للمباراه النهائيه صحيح. بقى تقدر تفوز بالبطوله، ما تقدرش انت حققت انجاز، لكن بصراحه ما فيش حظ أسوأ من كده. تعارض مواعيد ما بين افريقيا وكاس عالم انديه، غيابات واصابات لابرز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا في افريقيا، واحد زي بيرسي تاو ده لعيب مهم جدا انت جايبه عشان كاس عالم، وعمار يعني عمار حمدي كمان طبعا ياسر عمار حمدي اكرم توفيق بدر بنون حتى بدر صحيح. بنون اللي انت برضو بتبني عليه خططك في طريقه اللعب بتطلع بيه من تحت من ورا لقدام بالكوره، الراجل كورته حلوه قوي برضو اصابه بتعطله، فكل الظروف بتعاند النادي الاهلي. وانا الميزه برضو يا كابتن اسلام يا كابتن هاني ان جماهير النادي الاهلي عندها قدر كبير قوي من الوعي، يعني هم الناس كانوا عارفين طموحنا واصل لحد فين واحنا عايزين نوصل لفين، وبرضو مش هكون ببالغ والله لو قلت ان طموح جماهير النادي الاهلي هو الفوز بكاس العالم للانديه، يعني نفسنا ان الحلم ده يتحقق عشان يبقى البطوله الوحيده اللي الاهلي شارك فيها هي البطوله دي الوحيده اللي ما خدناهاش، احنا كل البطولات شاركنا فيها خدناها، ناقص لها كاس عالم انديه وكاس الرابطه دي بطوله مستحدثه ان شاء الله هناخدها كده اجلا ام عاجلا يعني، لكن كاس عالم انديه هو الهدف الاساسي الهدف الاساسي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فالناس اشتغلت، الناس حاولت كتير جدا، صفقات قد كده، لعيبه جامده قد كده جايبها،
حاولت لكن للاسف ما فيش نصيب السنه دي بسبب ظروف كلنا عارفينها. فجمهور النادي الاهلي عنده وعي كبير وعارف كويس قوي ان انت الظروف هي اللي عطلتك. بس هقول لك يا امير رغم كل دوت انا اللي عاجبني في مستر موسيماني عايز اقول لك ان رغم كل الحاجات اللي انت بتتكلم عليها ديت والظروف الصعبه والحظ السيء في الاصابات وغيابات و لكن انا في اعتقادي الشخصي كمان ان الاهلي في الفتره ديت قدم مردود طيب جدا يعني على بالزبط. مستوى الاداء على مستوى يعني الدخول في المباراه بشكل كويس. كسبنا مباراه خسرنا مباراه والمباراه الثانيه الشوط الثاني شوط واحد بس اللي لعبناه يمكن وحش يعني صح. مش على قد مستوى الشوط الثاني المباراه اللي كان يعني طبعا كلامك مليون في المية صح ودي يمكن كانت مفاجأة للبعض. يعني خليني أقول لك إن أكيد عشان نبقى برضو منطقيين وواقعيين ناس كتير من جماهير النادي الأهلي كانت متوقعة إن الأهلي في مباراة مونتيري هيخسر 1-2 إحنا ناقصين 14 لعيب كلام من ده. إحنا شفنا الأهلي بشخصيته بشعار الأهلي بمن حاضر فعلا كانت ملحمة ومباراة كبيرة جدا قدر الأهلي هو يفوز فيها. مباراة بالميراس تفاصيل صغيرة خسرتنا أخطاء بسيطة صغيرة هي اللي خسرتنا رغم برضو كل الظروف فهي دي روح الأهلي. لكن ما بالك بقى الروح دي بالعناصر الكامله لما انت عندك محمد الشناوي افضل حارس في افريقيا مش معاك يعني انت كل الظروف عطلتك. لكن في كل الاحوال وانا برضو عايز اكمل الحته بتاعت مستر بيتسو موسيماني لان الراجل في الحقيقه كل فرصه في اي مؤتمر صحفي في هذه البطوله بعد بالتحديد الاخفاق امام بالميراس بيقول لهم يا جماعه احنا هنحاول مره ثانيه ونقدر نحقق طموحنا في المره اللي جايه باذن الله. فالراجل نفسه عنده بالك دي رساله للبعض من يحاول ان هو يتكلم عن انتهاء العلاقه او كذا او كذا. انا اقصد اقولها والله عشان كده هي مسج واضحه والله اقصد اقولها عشان كده برافو عليك ايوه بالظبط. يعني ناس كتير بتتكلم عن ان موسيماني هيمشي اصل مش عارف العقد ايه اصل اتفقوا على فلوس كام. والله العظيم يا كابتن اسلام الارقام اللي بتتقال مش حقيقيه. انا بقول لحضرتك معلومه من غير ما اقول تفاصيل الارقام مش حقيقيه المعلومات مش حقيقيه. مع كامل الاحترام والتقدير لكل من ان هو يحاول يجتهد وارد ان انت تخطا وارد ان انت تصيب في اي معلومه ده هي دي شغلتنا. ممكن الواحد يجتهد يجيب معلومه صح ويجتهد يجيب معلومه غلط ده عادي مش ما تعبش اي حد. لكن انا بقول لحضرتك وباكد لك معظم الكلام اللي اتقال خاطئ وعاري تماما من الصحه والحقيقه ان شاء الله كلها هتتعرف قريب وكل شيء وارد برضو بالمناسبه. لكن الدنيا ماشيه بشكل كويس في ثقه كبيره جدا ما بين الجهاز الفني ما بين موسيماني تحديدا ومجلس الاداره ومن هنا يعني ثقه متبادله ما بين الاثنين والطموح واحد والاهداف واحده. فباذن الله قصه طيب. اكيد هتنتهي في وقت اخيرا بكره لكن طبيعي الناس بتحاول دايما يا كابتن اسلام يعني تتكلم في الاتجاه معاك انا بشكل المسج وصلت تمام من سواء من بيتسو موسيماني او من امير هشام. انا عايز اقول لك بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله ايه اللي هيحصل بكره اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ المباراه بكره هتبقى الساعه 3 يعني الساعه 5 بتوقيت الامارات الساعه 3 بتوقيتنا هنا في القاهره وبالتالي اليوم بيبقى ماشي ازاي؟ يعني في البدايه هيكون ميعاد الفطار الصبح بعد كده هيكون الساعه 10 يعني بالتحديد بعد كده الساعه 1:30 بالظبط ميعاد الغداء بعد كده الساعه 3 هيكون زي مثلا سناك كده بالنسبه للاعبين بعديه على طول المحاضره تمام وبعد كده التحرك عشان يوصل الفريق قبل المباراه بساعه ونص وياخد هذا اللقاء الهام امام الهلال والصعب جدا لان الهلال برضو امكانيات ما شاء الله كبيره جدا لكن الاهلي باذن الله هيكون في الموعد وباذن الله يفرح جماهيره بالبرونزيه الموسم الثاني على التوالي باذن الله ان شاء الله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلته وان شاء الله باذن الله منتظرين بكره ان شاء الله روح النادي الاهلي وباذن الله تكون البرونزيه الثالثه بإذن الله في تاريخ النادي الأهلي. أمير بنشكرك شكرا جزيلا من أبو ظبي شكرا جزيلا شكرا. طيب نرجع مرة تانية للحنفي ويش والحقيقة كل الكرو برضو أنا حابب أن أنا أحيي طاقم العمل اللي موجود في أبو ظبي الحقيقة عاملين شغل رائع. بكرة إن شاء الله هيبقى آخر يوم في البطولة وإن شاء الله الحمد لله يا كابتن هاني خلال تغطية رائعة والله كل البرامج صحيح. بيجي لي الفيدباك من كل الناس الحقيقة ان الناس قد ايه مبسوطه باللي اتعمل في قناه النادي الاهلي خلال الاسبوع 10 ايام اللي فاتوا من تغطيه من ساعه برنامج 10 الصبح لغايه الساعه 2 بالليل وبالتالي ده واجبنا طبعا وده كل البرامج القناه الحقيقه مهما كان حتى برنامج المحترف مثلا بيتكلم عن حاجه اوروبيه وكذا بيتكلم برضو عن بطوله وبيتكلم عن اللي بيحصل واللي بيحصل هناك وبالتالي الحمد لله والشكر لله كل قناه النادي الاهلي سعيده جدا بان اهم حاجه بتجيلنا ان احنا الجمهور الحقيقه بيقول لنا
بيشكر العاملين في القناه على هذا الامر، وده بقول لهم ان ده واجبنا، ده واجبنا، وده دايما اللي هنحاول نفضل نعمله على طول خلال الفتره القادمه. ايشو، كنا بنتكلم عن النادي الاهلي ونادي الهلال بشكل عام، المباراه دي شايفها ازاي؟ وشايفين مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ازاي؟ انا شايف ان النادي الاهلي مش محظوظ، يعني احنا السنه اللي فاتت كنا شويه مكتملين اكتر بكتير من النسخه الحاليه، لكن للاسف اصطدمنا ببايرن ميونخ مرعب اوروبا والعالم كله. نعم. للاسف خرجنا من نص النهائي، مع ان احنا لو كنا قابلنا بايرن ميونخ اللي احنا كسبناه فعلا ضربات ترجيح كنا ممكن نوصل للنهائي ومعانا فضيه، بس للاسف ده سيناريو اراده ربنا السنه اللي فاتت. جينا السنه دي بنشارك من غير 14 لاعب عندنا في قائمتنا، فدي حاجه احنا اثبتنا انها كلمه حقيقيه، فكره انه الاهلي بمن حضر فعلا اتطبقت، ان انت بتلعب والمدير الفني ماهاش صدفه، انت المدير الفني بيقول لك ان انا رايح اخد ميداليه مختلفه النهارده، قبل الكلام ده قبل البطوله خالص موسيماني قالها، فاذا هو الموضوع هو الصدفه، هو محضر ومذاكر ومنتري كويس ونجح ان هو يكسب 1-0 وكان ممكن يكسب اكتر من كده. بالتالي انت في اللحظه دي لما نيجي نسال ليله المباراه كل جمهور الاهلي والاعلام الرياضي متوقعين ايه؟ لا كله خايف على النادي الاهلي. فاذا لما النادي الاهلي يروح ويكسب، لا شابوه لكل رجاله النادي الاهلي اللي قدموا كل ما عندهم، وطبعا في مقدماتهم مدير الفني بيتسو موسيماني. فاذا احنا وصلنا للمرحله دي بعد جهد استثنائي، ان انت توصل في الغيابات دي والظروف دي كلها، ده شيء يذكر فيشكر. فاذا انت المباراه الثانيه انت في ظروف برضو استعدت بعض الدوليين، لكن هم مش جاهزين، انت جايين يعني مفيش اقل من 24 ساعه من مباراه نهائي افريقيا، وللاسف خسرنا فبرضه المعنويات يعني واقعه، فجينا ما هوش جاهزين 100%. فاذا ما اقدرش برضه اقول ان هم لعب بكامل قوتهم. فاذا المباراه دي بقى احنا انا بطالب انا عايز بس نقف عند ديت طبعا فضل. ما انجزه النادي الاهلي خلال الماتشين اللي فاتوا يحسب للنادي الاهلي ولعبه النادي الاهلي في ظل الاصابات والغيابات والمشاكل وكل دوت. بكره طبعا احنا شفنا او انتوا كمان شفتوا مباراه تشيلسي والهلال، يعني نقدر نقول من خلال رؤيتكم وتحليلكم ايه اللي ممكن يتخاف منه الهلال، من فريق الهلال بكره على النادي الاهلي؟ يعني نخاف من ايه؟ ايه النقط اللي ممكن تقولها نقط محدده تقدر تقول ان لا ممكن يحصل مشكله بسبب هذه النقاط؟ ماشي، خلينا يا كابتن نبتدي الاول بالتشكيل المتوقع عشان تمام نتكلم عليه. هو الهلال غالبا بكره هيبتدي ب عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، بيلعب 4-4-2-3-1، وبيلعب باثنين مساكين، الباك شمال الاول ياسر الشهراني، جنبه مساك شمال علي البليهي، والكوري هيون سو، ومحمد البريك كباك يمين، واثنين زي ما انت البريك كباك يمين تمام، وجوستافو في نص الملعب، ومحمد كنو كمركز 8، واربعة في الشق الهجومي، سالم الدوسري كجناح شمال، وموسى ماريجا كجناح يمين، وبريرا كبلاي ميكر، ومهاجم وحيد إيجالو. الشكل دوت هو الأقرب لفريق الهلال. من الشكل دوت نقدر يا كابتن نستنتج أرقام، الأرقام ديت هتوصلنا لمعلومة إن أكتر لاعب عمل نسبة باص في الماتشين بتوع الجزيرة أو الهلال كباص صحيح هو جوستافو. جوستافو عمل في الماتشين 122 باص. جوستافو بيمثل نقطة الربط ما بين خط الدفاع وبقية الخطوط، هو اللاعب اللي بيسقط تحت شوية ما بين الاتنين مساكين وياخد الكرة ويطلع ينقل البلوك لقدام شوية، ينقل الفريق لقدام شوية. جوستافو لاعب مهم جدا، دوره ما يقلش أهمية عن محمد كانو، لأنه بيربط خط الدفاع بشكل جيد جدا وبيطلع بالكرة بشكل هايل، ونسبة الباص بتاعته في الماتشين 92%. لو جينا نشوف ان اكتر اتنين عملوا الكروسات في الفريق دوت، ياسر الشهراني هجوميا لاعب قوي جدا ولكن دفاعيا عنده مشاكل. الجونين اللي استقبلهم فريق الهلال في البطوله كانوا من ناحيه ياسر الشهراني. هدف الجزيره كان كوره في المساحه اللي وراه اتعمل كروس، وهدف تشيلسي استقبل الكوره بشكل غير صحيح في كوره ركنيه عمل فولونج لوكاكو بشكل هايل سجل منها هدف. لو جينا نشوف ان اكتر لاعب استخلص الكرة في البطوله لحد دلوقتي في الفريق دوت، هنلاقي ان جوستافو
استخلص الكوره لحد دلوقتي 22 مره، كتاني اكتر لاعب استخلص الكوره، واكتر لاعب استخلص هو ياسر الشهراني 26 مره. الفريق ده يا كابتن مشكلته في الحركيه اللي موجوده قدام في الشق الامامي دوت. ياسر الدوسري سالم الدوسري وبريرا وموسى ماريجا وإجاله في حركية كبيرة جدا ما بينهم. دايما بنلاقي ان سالم الدوسري بيخش في الجزئية دي، بيسحب نفسه في الجزئية ديت، بيسحب نفسه في الجزئية ديت كده، وبيطلع ياسر هنا فيفتح الملعب، يخلي فيه حلول كتير. بالإضافة ان بريرا قادم من الخلف هو محمد كانوا بشكل هايل جدا، كانوا بيسدد بشكل عظيم قوي يعني، ده بيزيد محمد كانوا بيزيد هنا، فدايما تليه نقطه خطوره، بالاضافه ان هو قوي جدا في الكره. محمد كنو ده واحد من افضل المسددين يعني، كنو من افضل المسددين في اسيا يمكن. مظبوط، وبيلعب بدماغه كويس جدا يا كابتن، هو طوله 192 سم بيلعب بدماغه كويس جدا جدا. فالفريق قوته هنا من وجهه نظري اولا في قدره الفريق الدايمه على الخروج بالكره تحت ضغط. نعم، عندهم محمد كنو هايل بالخروج، حاجه كده كنترول على الكوره رائع. بالاضافه ان جوستافو دايما شايف الملعب، الباص في رجله مش بيطلع بشكل غير صحيح بسهوله، وده بيسهل نقل البلوك لقدام بشكل سهل وسلس. الجزئيه الاماميه ديت لازم ناخد بالنا بشكل جيد جدا من موسى ماريجا. موسى ماريجا لاعب بدنيا قوي جدا، علي معلول في مهمه قويه قوي على الباك دوت. موسى ماريجا لاعب بدني قوي، جسمانيا قوي قوي، في التحاماته شرس، لاعب ملتحم بشكل هايل قوي. ففريق الهلال هو كاسماء قوي جدا، كمنظومه من الفرق اللي في اسيا اللي تحب تتفرج عليها، شكله حلو دايما في الملعب. لو جينا نشوف بقى الهلال بيركز في الكرات في طريقه اختراقاته والمحاولات ازاي، معانا صوره لمحاولات الهلال في ماتش الجزيره. قبل بس ما نسيب الصوره دي، لان الصوره دي مهمه جدا برضو يا كابتن هاني، لان حضرتك كنت بتسال على اهم ما يميز نادي الهلال. ماريجا الحقيقه واحد من اللاعبين اللي بيتميز ان هو بيبقى صانع العاب تاني، سوري، راس حربه تاني، بيخش جوه جنب طبعا راس الحربه النيجيري كمان. بيعملوا الدوسري يا كابتن بيعمل نفس الموضوع دوت، شفناه في ماتش الجزيره الهدف الخامس، بيسحب نفسه دايما جنب ايجاب. بالظبط، ده انا بشوف ان هو لو ناحيه الشمال ده بيبقى اهم حاجه، الاثنين دول لما بيبقوا في ال 18 ووراهم كنو ووراهم فيريرا، الرباعي ده بيبقى مؤثر بشكل كبير، قريبين من الجون، موجودين في ال 18 وبيوسعوا كمان للباك الشمال بيطلع والباك اليمين بيطلع. واعتقادي الشخصي ان هو في وقت من الاوقات كمان الطريقه بتتقلب ل 4-1-4-1 يعني. مظبوط، في فترات تشيلسي في اغلب الماتش كانوا بيلعبوا كده. وياسر الشهراني عنده مشكله دفاعيه برضه يا كابتن، بس اللي مساعد ياسر الشهراني انه قدامه جناح استثنائي كلاعب تكتيكي اللي هو سالم الدوسري. سالم الدوسري في ماتش تشيلسي استخلص الكوره 15 مره، جناح، هو اكتر لاعب استخلص الكوره في المباراه كلها، احسن لاعب في اسيا وجناح، فده مساعد كتير الشهراني. الشهراني باك دفاعيا مش قوي، قوي هجوميا ولكن دفاعيا عنده مشاكل، سالم الدوسري بيساعده بشكل هايل قوي. فنقاط القوه في الفريق دوت ممكن تتلخص من رايي انا في محمد كانو، حاجه هايله جدا في نقل الفريق وفي التكمله ورا التكمله الهجوميه. وسالم الدوسري، سالم الدوسري لاعب ممتع، لاعب عنده حلول دايما، لاعب بيخش جوه الصندوق بشكل ايجابي على المرمى، عنده القرار على الـ على الـ على الجول، هايل. ايجاله طبعا لا كلام على ايجاله هداف 2019 امم افريقيا، وايجاله برده ديت حالات، لا راس حربه متميز طبعا. احنا كده عايزين الصوره اللي هي المحاولات ماتش تشيلسي، دي ماتش الجزيره بيخترقوا منين، محاولاتهم منين. في ماتش الجزيره هما مش ما بيلعبوش على الاطراف كتير يا كابتن، مش بيلجوا للاطراف كتير يعني. في ماتش الجزيره حاولوا 12 مره من العمق، 2 و8 و2، ما حاولوش من على الطرف الشمال كتير، حاولوا 3 محاولات من على الطرف اليمين ومحاولتين من على الطرف الشمال. وفي برضه في ماتش تشيلسي، ماتش تشيلسي حاولوا من العمق 6 مرات ومن الاطراف مره، 3 في الناحيه الشمال وفي الناحيه اليمين 4. هم فريق بيركز على العمق بشكل اكتر من الاطراف، خطورتهم في العمق، لذلك دور اليو ديانج وحمدي فتحي ونص الملعب بشكل عام مهم جدا جدا في جزئيه العمق دي. الفريق دوت بيلعب في المساحات اللي في القلب بشكل هايل. تمام، ومن هنا نروح بقى لتشكيل النادي الاهلي المتوقع، اللي هو طبعا من وجهه نظري الشخصيه اكيد مش بنقول نحرق حاجه، بتتفرج علينا انت كل يوم. بالظبط. مع هذا التشكيل من وجهه نظر بالظبط ايشو، بعيدا عن اي حاجه مش كواتي الاهلي. طبعا حارسنا علي لطفي اللي نتمنى له طبعا كل التوفيق، لان هو لازم يكون مباراه عمره يعني، احنا ننتظر منه ان شاء الله بكره يكون في قمه تركيزه
لانه المباراه دي هتكون بجد مهمه جدا في تاريخه. وخلي بالك علي لما بيتحط تحت ضغط في مباراه الزمالك مثلا بالظبط انقذ بلانتي وانفراد افضل لاعب في المباراه في 6 يارد مباراه الزمالك اللي انقذ فيها ركله الجزاء وانقذ فرصه بعدها في تقدمنا امام ممتاز. برافو عليك، ده فرصه دي من فرصة الحاجات الصعبه جدا سيناريو المباراه كله. فاحنا بالظبط احنا منتظرين منه بقى اداء من النوعيه دي بالظبط. عندنا 3-4-3 المفضله بتاعتنا حاليا، عندنا ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم الدولي المنضم لينا عائد يعني، ورامي ربيعه ده ثلاثي الدفاع. بعدين عندنا محمد هاني وعلي معلول، مفيش خلاف على دول، لكن هنختلف بقى هنا لاني شايف انه حمدي فتحي واليو ديانج، وهنريح الثلاثيه شويه في الشوط الاول تمام. والثلاثي الهجومي هو مفيش خلاف طبعا اظن يعني على وجود طاهر وشريف واحمد عبد القادر، هو اطمنا الحمد لله ان هو سليم. ليه انا هنا بقول نريح السوليه بره شويه؟ اولا السوليه اصلا مش جاهز 100% يعني، شفناه بعد طبعا هو كان من اللعيبه الاساسيه، هو اصلا كان رايح مصاب يعني السوليه يا جماعه لو نفتكر ماتش نيجيريا ما لعبش عشان هو كان مصاب اصلا، فهو الراجل تحامل على نفسه واستعجل عودته عشان يلحق مع المنتخب، فرجع بعد طبعا المباراه النهائيه وكده ورجع ما قدمش اللي عنده لان هو الراجل مش جاهز بدنيا. فاذا انا ليه اضغط عليه وانا اصلا مش محتاج، لان انا دلوقتي هقول السيناريو اللي انا اتمناه واتوقع انه يحصل اصلا، انه احنا مش هنبدا المباراه بجيم هجومي، لا احنا هندافع برضو، مش هنبدا من حيث انتهينا. يعني خلينا نتكلم برضو عشان الناس ما تفهمش غلط، ان احنا هنبدا ندافع مش دفاع، ان احنا يعني لا هنبقى مش لمجرد الدفاع او لهدف الدفاع، للتحولات الدفاعيه بالظبط. نتكلم على ان احنا ممكن جدا حمدي فتحي وألي ديانج بيكون افضل، وعمرو سوليه ورقه معاك يعني بالظبط كده، انت اصلا معاكش يعني انت اللعبه الثقيله اللي فعلا عندك دلوقتي هيكون عندك عمرو السوليه وليد سليمان وحسين الشحات. ولكن هنا يا كابتن معلش عشان برضو قد يكون هناك اختلاف في الاسماء عشان نبقى عارفين طبعا الرسمي هنعرفه بكره، لكن يعني امبارح مثلا انا كان معايا ثابت كان بيقول ان هو هيلعب بحمدي فتحي ورا ورامي ربيعه هو اللي هيريح وعمرو السوليه هيبقى مع اليو ديانج، وبالتالي هو ده كل افكار. وحتى يعني موسيماني دايما بيفكر بطريقه ممكن جدا يلعب ثلاثة من ضمنهم حمدي فتحي ويلعب بعمرو السوليه ويلعب باليو ديانج، بس ده الفكره انه اعتقد ان ده الاقرب يعني. اعتقد ان حمدي هيبتدي، مهم حمدي اكيد طبعا رايي يعني مهم جدا حمدي، ورا حمدي في العمق بالذات بيدي تقل للاثنين. هيلعب عبد المنعم اول مره يلعب مع الفريده، ودي نقطه برضو لازم الناس تلتمسها، عبد المنعم ده اول مباراه هيلعبها في وسط الجمهور الدولي، كان اول مباراه هيلعبها مع المنتخب بالزبط. بس خلينا نتكلم ان عبد المنعم لو لعب اعتقد يبقى سيرد باك ناحيه اليمين، مش ما يبقاش في النص يعني مظبوط. كمان النص اعتقد حمدي اقوى وهيكون اتقل في الجزئيه دي. هو انا كويس، كل اللي مني حير الناس يعني حير اللي يعني الاهلاويه بالظبط الاهلاويه. فاحنا اللي يهمنا كله اصلا هو عمق الملعب، لان زي ما احمد قال هو الفريق ده عنده قوه ضغط رهيبه، هو كل تركيزه في نص الملعب بيضغط من العمق وبيخترق من العمق، فاحنا عايزين نقفل له النقطه دي. فعندنا الاثنين دول اهم لعيبه عندنا عشان يقفلوا المركز ده. وبعدين هيكون عندنا بقى السيناريو اللي انا متصوره، هو ما هوش اسلوب دفاعي لمجرد الدفاع، ما هو انت تشيلسي نفسه اصلا كسب بطوله دوري الابطال بالدفاع يعني، هو فكره اللي هو الاسلوب الدفاعي ده ما هوش عيب يعني، لا بالعكس انت في مقوله ديفنت وين يعني دافع كويس عشان تكسب. وبعدين انا الفكره هنا برضو أليو ديانج على فكره عمل اسيستات برضو يعني، هو مش كتير، هو عمل 7 اسيستات مع الاهلي في اكتر من 103 مباراه، لكن في الاخر هو راجل برضو لما المشات اللي هو انت بتلعب فيها على المرتده يعني ماتش سان داونز، ماتش الترجي، ماتش الوداد، عمل لو نفتكر مثلا عمل مرتده من الناحيه دي بالظبط كده لحسين الشحات، كوره ثانيه لمحمد شريف كان اخترق وبيزيد، حتى الماتش اللي فات برده مع بالميراس اخترق من العمق وعدى كده كام لاعب، لكن للاسف اتقطع منه في الاخر او طلعت ركنيه. فاذا هو عنده القدره بالزياده طبعا، بيزيد احيانا بيسدد زي ما شفنا في الزمالك، واحيانا بيباصي، فهو ان شاء الله برده عنده الحته دي يعني الحته اللي هو ايه البوكس تو بوكس شويه. هو ما عندوش اللي هو العقل بتاع السوليه، اكيد السوليه صانع لعب يعتبر، لكنه عنده برضه حته الباص اكتر من كمان حمدي فتحي. فاذا احنا هنا عندنا العنصر نص الملعب هو نقطه قوتنا، واحنا هنعتمد طبعا على المساحات اللي ورا دفاعهم، خصوصا بقى الظاهرين هم هيبقى متقدم. هو خد بالك هو اصلا عمل صفقات يعني، الفريق اصلا قيمه السوقيه بتاعته 60 مليون استرليني مقابل 30 مليون يعني، هو ضعف القيمه السوقيه النادي الاهلي، فهو عامل صفقات قويه جدا عشان هو كان اصلا عايز ياخد البطوله اساسا، هو جاي ياخد البطوله. لكن احنا دلوقتي احنا عندنا العنصر بقى بتاع الفانل الحمراء،
احنا بجد اللعيبه عندنا اصلا معظمهم وطنيين، معظمهم يعني مصريين ما هوش محترفين، ما عندناش حتى عندنا غير دلوقتي ديانج ومعلول، لكن في الاخر احنا عندنا اللعيبه مطالبه انها تفرح المصريين، خصوصا المصريين مغتربين، يعني دي رسالتي للعيبه بجد. يعني اللعيبه اكيد حضراتكم عارفين ان هو المصريين في السعوديه والخليج طبعا بيحب اول الماتشات دي ان هم يفتخروا بناديهم، خصوصا ان احنا طبعا تاريخنا امام ما خسرناش مباراه رسميه امام حتى البطوله العربيه يعني امام الهلال، فان شاء الله نحافظ على السجل ده وتكون برضو الانتصار الثالث بكره ان شاء الله. طيب حنفي برضو اذا كان هناك مقارنة نقدر نعملها، فمش هنقدر نعمل مقارنة ما بين الفريقين، لأنه الحقيقة الفريقين كل واحد بيلعب في قارة وكل واحد بيلعب في دوري وكل واحد، ولكن لو قلنا مقارنة ما بين الفريقين في أرقام في أرقامهم في هذه البطولة أعتقد هتبقى عادلة شوية. معانا أرقام يا كابتن الفريقين في البطولة. أنت عايز تعمل حاجة الأول هنا في النقط دي؟ أنا عندي بس تعليق على تشكيل النادي الأهلي. أنا عندي إن في الوسط ليه لازم عمرو السولية في الماتش ده؟ لأن الأهلي غالباً هيلاعب الهلال، إن أنا هدعي للضغط وهلعب من وراه في المساحات الخلفيه، لان هو بيلعب البلوك بيقدمه قدام شويه لنص الملعب. فاذا وجود عمرو السوليه في نص الملعب مهم، لان عمرو السوليه من اليو ديانج وحمدي فتحي هو اللاعب الوحيد القادر ان هو يلعب لك لونج بول متقن في توقيت مهم، ودي قيمه عمرو السوليه في نص الملعب، مطور لشكل الهجمه بشكل غير عادي. وهم بيلعبوا هاي بريس يعني بيقدموا البلوك لقدام، فدايما وراهم مساحات، محتاج جدا للعب لعب اللونج بول، بيلعبها ثلاثه في الاهلي بشكل هايل جدا، ايمن اشرف ومش موجود، علي معلول وموجود، وعمرو السوليه. فانا من وجهه نظري صعب تخسر اللاعب اللي بيلعب لونج بول بشكل هايل في نص الملعب في جيم زي ده، فوجود عمرو السوليه في الماتش ده مهم. عمرو السوليه لاعب بيفرق في شكل الهجمه بتاع النادي الاهلي، في خروج الكره نفسه بيفرق. في ظل عدم وجود عمرو السوليه الاهلي تحت ضغط بيكون عنده مشكله في الخروج بالهجمه، فوجود عمرو السوليه في نص الملعب قدام الهلال من رايي انا مهم جدا، مهم جدا هو جدا. السوليه لو صعب 100% اكيد مفيش تفكير، يعني هو السوليه هيلعب كلها وجهات نظر، وعلى حسب طبعا زي ما بنقول طبعا كلها وجهات نظر وكلنا بنتكلم، لكن اكيد بيتس موتسماني عنده السيناريو، عنده طبعا الفكره في دماغه. كمان اطمنا على احمد عبد القادر، لان كمان ده لاعب مميز جدا، ان شاء الله يكون له دور كمان مهم بكره ان شاء الله في المباراه اكيد. يعني بالاضافه لمحمد شريف يا كابتن، محمد شريف طبعا من وجهه نظري مهم جدا يا ابني. شريف طبعا حاليا مش معاك مهاجم سترايكر تسعه يعرف يشتغل في الصندوق غير شريف. الماتش اللي فات كان عندنا مشكله في وجود طاهر بيتحرك بره الصندوق كتير، بيلعب بره الصندوق كتير، كان ثلاث كروسات في الشوط الاول في ماتش بالمراس لعلي معلول، الثلاثه ما فيش ولا واحد في الصندوق من النادي الاهلي. دي مش عشان حاجه، عشان طاهر دايما بيخرج يشتغل بره الصندوق، عشان احنا كنا عايزين الوينج رايت او الوينج ليفت بالظبط كده. وجود شريف بيعمل لنا ازعاج في الصندوق. شريف لاعب هداف، لاعب بيعرف يجيب جون، لاعب بيعرف يشتغل في الصندوق بشكل هايل جدا، ولاعب كمان خلي بالك النقطه بتتكلم عليها بيقدر ياخد الكوره من ورا المدافعين بشكل كويس بالظبط كده. يعني سرعة هو لاعب بيعرف كرات كتيره جدا، وصلنا ايمن اشرف عملها له كتير جدا، عمرو السوليه. ان بكره اللعب يعني انت لو كسبت الهلال ان شاء الله بكره هتكسبه باللعبه اللي حضرتك بتقول عليها، الجزئيه ديت انك تلعب ورا خط الدفاع بتاعهم، هم طريقه لعبهم كده هاي بريس، بيلعبوا وبيسيبوا مساحات كبيره جدا في ظهرهم. يعني انا ما اعرفش، انا اتفرجت على المباراتين دول وكنت بتفرج، انا بتفرج على الهلال يعني في مباراه الدوري السعودي بس، يمكن فاتني كام مباراه، لكن لا الهلال بيلعب من ساعه 20 جون في 17 ماتش يا كابتن. نعم 20 جون في 17 ماتش بالظبط، نسبه كبيره قوي من الاهداف فعلا بسبب ان البلوك دايما بيكون واقف هنا بالظبط كده في الجزئيه دي كده. فدي مشكله محمد شريف بيعرف يتحرك في الحته دي كويس، بيعرف يسرق ورا المدافعين كويس، فوجود شريف بكره في منتهى الاهميه، وجود عمرو السوليه في نص الملعب ده شيء بشوفه احد اهم المفاتيح اللي لازم تكون موجوده بكره. حمدي فتحي مش هينفع اخسره في جيم زي ده، لان حمدي فتحي لاعب مجتهد قوي، لاعب تقدر تراهن عليه لاخر دقيقه بدنيا، فوجود حمدي فتحي في العمق لا هو عامل مهم قوي قوي انه يكون موجود في قلب الدفاع عندي في ظل غياب بدر بنون وايمن اشرف. خلينا نروح بقى للمقارنه اللي احنا كنا بنتكلم عنها يا حنفي. تمام، معانا مقارنه كابتن للفريقين في البطوله لحد دلوقتي. المباريات لعبوا المقارنه قدامنا، المباريات لعبوا 2 والهلال 2، فوز 1-1، خساره 1-1، الاهداف الاهلي سجل هدف والهلال سجل هدفين، الاهداف المتوقعه الهلال سجل 6، الاهداف المتوقعه 2.8، الاهداف المتوقعه للهلال 6.3. في الاكس جي هنا يلفت نظرنا حاجه، ليه الاهداف المتوقعه للهلال اكتر كتير قوي من النادي الاهلي؟ هقول لحضرتك يا كابتن، الاكس جي بتاعنا 2.8، سجلنا هدف واحد،
ده معناه ان احنا قدام الجون عندنا مشكله بسبب غياب محمد شريف، بسبب غياب الاسترايكر الصريح. عكس الهلال 6-3 سجل 6، شوف مدى استغلالهم للفرصه. دي نقطه مهمه جدا للنادي الاهلي، ودي من وجهه نظري بسبب غياب المهاجم الصريح محمد شريف. طبعا بسبب الغيابات الكتيره، مش مهاجم بس خلي بالك. بالظبط، بس وجود شريف يا كابتن مهم قوي. 100% انا معاك، ولكن انت لما يبقى عندك 14 لاعب مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، يعني انا ممكن اقول ايه واحد يا كابتن هاني، حضرتك تقول لنا الكلام ده لان انت يعني لا طبيعي، انت ما بتغيب منك في فرق لما بيغيب منها 2-3 لعيبه خلاص الموضوع بينتهي، لكن انت عندك 14 لعيب وعندك اصابات كتيره جدا، فبالتالي كمان الامور هتبقى صعبه. مش الارقام ديت هي ارقام النادي الاهلي، انا بالزبط. في رايي لو النادي الاهلي بكامل نجومه النادي الاهلي بسهوله جدا، مش بسهوله جدا لكن كان من الطبيعي يكون موجود في المباراه النهائيه. بالظبط، انا هو ده اللي انا عايز اوصل له يا كابتن، ان انت عندك غيابات كثيره جدا بسبب ظروف مختلفه بقى ما بين كورونا وما بين اصابات وما بين منتخب قبل كده، لكن في النهايه انت لو انت كامل والامور عاديه زي السنه اللي فاتت بالزبط. اعتقد مش من السهل يعني تطمن كمان، وكنت هتبقى واثق في الفريق ده وتراهن عليه لمدى ابعد كمان. انت كفايه صوت يعني بالزبط. الغيابات كانت مؤثره، المحاولات 24 منهم 9 محاولات بين الثلاث خشبات، 31 محاوله للهلال منهم 14 بين الثلاث خشبات، التمريرات المفتاحيه 19 النادي الاهلي 21 الهلال، المراوغات 22 للنادي الاهلي منهم 16 بشكل صحيح، الهلال 24 منهم 15 بشكل صحيح، العرضيات 25 منهم 10 بشكل صحيح، عرضياتنا متقنه، عرضيات النادي الاهلي عنده العرضيات دي نقطه قوه مهمه جدا بسبب وبفضل اهم جناح شمال موجود في افريقيا هو علي معلول. علي معلول طبعا. الهلال 25 عرضيه منهم 9 فقط بشكل صحيح، التمريرات 935، الاكيورسي 82%، الهلال 938 بنسبة 81%، تمريرات طولية 92، النادي الأهلي بنسبة 40% صحيح و89% 89 الهلال منهم 37% صحيح، فقدان الكرة فقدنا الكرة 59 مرة في البطولة لحد دلوقتي، والهلال فقدها 71 مرة، استخلاص الكرة 190 مرة والهلال 194، ضربات الجزاء ما اتحسب لناش ولا ما اتحسبش علينا ولا اتحسب على الهلال، ضربات جزاء لينا ما اتحسب لناش، الهلال خد ضربه جزاء في ماتش الجزيره. الهلال فريق على مستوى العامل الشق الهجومي فريق مزعج يا كابتن، الارقام بتقول بالظبط كده، فريق استغلاله للفرص هايل جدا، عنده عناصر قدام على الجون ايجابيه بشكل هايل، سالم الدوسري، موسى ماريجا، ايجالو، بريرا، محمد كانو اللي بيجي من نص الملعب القادمين من الخلف، دي نقطه مهمه جدا عندهم. اخيرا نعيشه، متوقعاتك ايه الماتش بكره؟ لا متوقع ان شاء الله ان احنا اللعيبه هتقدم افضل ما عندها، وان شاء الله يوفقوا في انها تكون النتيجه ان شاء الله لصالحنا في استغلال المساحات والمرتدات اللي احنا هنعملها ان شاء الله، فاتوقع ان شاء الله نتيجه ايجابيه، يعني احنا انا بطالبهم بيها اصلا، يعني ان شاء الله احنا هنحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله بكره. حنفي انا بتفائل بيك كابتن اسلام بصراحه، انا وانت اتفائلنا في امم افريقيا لو تفتكر، كان ماتش كوت ديفوار في ماتش كوت ديفوار والماتش اللي بعده برضه ماتش المغرب، كان ايشو برضه كان هو اللي ايشو كان متشائم، انا كنت متشائم لكن الملوخيه عارف الملوخيه الغوامق كان دايما كابتن اسلام بيراهن على المنتخب الحقيقه وكان دايما مدعمه، والاهلي ده حياتنا، ف يعني بنراهن عليه بجد، يعني اللي هو بنبقى سعداء جدا اولا ان احنا المباراه بكره هنشوفها هنتفرج عليها وهنلعب والنادي الاهلي هيلعب، وطبعا نفسنا ان النادي الاهلي يكسب في هذه المباراه المهمه جدا والصعبه جدا، ولكن لا قدر الله برضو يا كابتن هاني عشان مفيش شك، خلينا زي ما انت بتقول لا قدر الله لو ما كانش في حاجه، كل المطلوب من لعيبه النادي الاهلي انها تقاتل جوه الملعب، صدقني القتال جوه الملعب وانك تحارب لاخر دقيقه ده مهم جدا جدا جدا. كلنا طبعا نتمنى الفوز للنادي الاهلي مفيش شك، لكن يبقى النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الروح والاداء لاخر دقيقه، ولو ربنا كرم وكسبنا يبقى انجاز كمان، انا بعتبر ان شاء الله باذن الله الوصول للبرونزيه الثالثه بتاريخ النادي الاهلي في ظل الظروف دي كلها كابتن اسلام صح. اعتقد هيكون انجاز كبير جدا نتمناه ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بشكرك جدا يا حنفي، انا بشكرك جدا يا نعيش، ان شاء الله بكره يا رب ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يفوز بالميداليه البرونزيه الثالثه والثانيه على التوالي. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا نجم كبير، النجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. امير عبد الحميد لعب كاس عالم، هنعرف بقى بيبقى دايما تفكيره تفكير اللاعب في الوقت اللي هيلعب فيه، وامير كان موجود في الميداليه البرونزيه الاولى للنادي الاهلي، وبالتالي هنفهم منه ايه اللي هيحصل بكره واللعيبه بتفكر ازاي يا كابتن. احساس بقى اللعيب في نفس البطوله، مر بنفس البطوله وظروفها ايه، وامير طبعا يحكي لنا كمان ان شاء الله باذن الله احساسه ايه للبطوله باذن الله. بعد الفاصل نستقبل الكابتن امير عبد الحميد.